السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عبد الرزاق نعاجي. زي ما وعدتكم اليوم بإذن الله هتكون المحاضرة الثانية، فعليا هي المحاضرة الأولى بإذن الله. اليوم هتكون المحاضرة الأولى أننا من نستعرض فيها كل ما يتعلق بواجهة استخدام 3D Max. هنتكلم فيها بإذن الله تبسيط، هنحاول نبسط البرنامج بقدر الإمكان للمستخدم. هيكون الشرح مبسط بإذن الله يوصل لكل شخص مهتم بمجال 3D Max. وإحنا تكلمنا في المحاضرة الأولى أن هو زي أي برنامج تصميم في واجهة الاستخدام، واجهة الاستخدام بسيطة جدا يعني، والميزة بتاعها أن هي مرنة، تقدر تحورها أنت بالطريقة اللي أنت تحب بحيث أنك أنت تشتغل بأريحية تامة. بالنسبة لي زي ما قلنا واجهة الاستخدام متاع 3D Max ننتقلولها. هذه واجهة الاستخدام، استخدام 3D Max. زي ما تلاحظوا زي أي برنامج فيه حاجة اسمها شريط الأوامر، اللي هو هذا شريط الأوامر. هذا شريط الأوامر يحتوي عليه عدة أوامر خاصة بالإنشاء، بالتعديل، خاصة بتعديل على البرنامج نفسه. على سبيل المثال مثلا نقدر نغير اللون متاع الواجهة، نقدر نغير أي شيء في البرنامج بحيث إنه هو يعطيني النتيجة اللي بها أنا. تمام، مثلا أنا نحب نشتغل على الواجهة متاع الاستخدام زي ما تشوفوا، اللي هي هافتة مش داكنة، أو ديفولت اللي هي جاية من الأساس هيكي، أو الدارك اللي هي نشتغل بها حاليا. يعني كمثال بسيط أعطيتكم أن هذه شريط الأوامر تقدر تغير به، تقدر تنشئ به، تقدر تشكل به في عدة أشياء في شريط الأوامر. عبارة عن قوائم منسدلة، كل قائمة يعني مثلا قائمة فايل اللي هي فيها عدة ملفات أخرى أو عدة أوامر أخرى تقدر تستخدمها. من بوشنش حاب التفصيل، احنا ريسيت معروفة، اوبن معروف، شني سيف از، امبورت اللي هي مهمة جدا، امبورت اللي هي لما بتاخد مشروع بروجكت او خريطة من اوتوكاد تستخدمها، تدير لها امبورت على ال 3D Max، تقدر تشتغل عليها وتبنيها من الصفر، تحولها من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد وتشتغل عليها، تحط لها ماتيريال، تحط لها إضاءة، تشكلها كيف ما تبي أنت. الإكسبورت لو أنك أنت تبي تصدر مثلا عندك بروجكت معين تبي تصدر لأي برنامج ثاني، هذه الإكسبورت. التولز معروفة، التولز شنو الأشياء اللي في تولز وهكذا. المهم قوائم الإنشاء، قوائم التعديل، هذه كلها كل الأوامر اللي موجودة في التول بار أو القائمة الأساسية العلوية. بعدها في قوائم الأدوات، هذه كلها أدوات تستخدم في الشغل على الـ 3D Max. طبعا القوائم في أشياء معروفة للكل زي التراجع وعكس التراجع، بس في اشياء جديده زي انك انت تربط جسمين ببعض، تربطهم بحيث انك انت لما بتعدل على واحد يتعدل على الثاني، لما بتحرك واحد يتحرك الثاني وهكذا. ونفس الشيء لو انك انت تبي تربط قوه معينه، او ما نقولش قوه، نقوله مؤثر زي الريح، زي المؤثر انفجار، ضغط كذا، تبي تربطه ب عنصر من العناصر، نوافذ أخرى موجودة من غير الأدوات، من ضمنها الاختيار،
والاختيار باسم. طبعا الاختيار باسم هو يقول يعني شخص يقول علاش اختيار واختيار باسم. طبعا لما تبدا تشتغل على برنامج 3 دي ماكس في مشروع كبير، فاشياء احيانا ما عادش بالك انت برأي العين، انك انت مثلا تبي تاخذ نقوله مثلا كنبه في وسط اتات ما تبالكش الكنبه هي او كرسي او تريا او جزء نافذه باب، ما تبالكش انت كرؤيه باش انت تختارها وتدير التعديلات اللي عليها. فانت تمشي لها من الاسم متاعها، الاختيار من الاسم تختارها باسمها. بعدين عندي طريقه الاختيار، اذا كان مربع الاختيار، الاختيار مثلث دائري وهكذا كيف تختار. بعدين في موضوع الاختيار نفسه، احيانا يبدا عندي اكثر من اوبجكت، زي ما نقوله مثلا سلندر، بوكس، هرم. طبعا هنا لو تلاحظوا الاختيار عطيني ان هو اي شيء يتقاطع مع الاختيار بتاعي بيختاره. لو تذكروا في الابتدائي اخذنا في الرياضيات موضوع الاتحاد والتقاطع في الفئات، لو تتذكروا حاجه قديمه، نفس الفكره بالضبط هذه، اللي هي موضوع الاختيار لو تقاطع مع الاتم العنصر هيختاره. على سبيل المثال ده هو مؤشر ان هو في حاله، هنا لو تلاحظوا هنا، لو في حاله تقاطع مع جزء بس من العنصر هيختاره. انا قاعد ضغط على الهرم. فهنا لاحظوا لو انا بنختار مثلا، هنا الاختيار متاعي تتقاطع مع كل العناصر جزء منها، طبعا مش كلها فصل مربع الاختيار، لكن حيختارها كلها. ليش؟ شو السبب؟ لان قلت له لو تقاطع مع الاختيار متاعي اختارهم كلهم، فهنا حيختارهم كلهم، نقدر نحركهم جملة. علاش؟ لأن اختارهم كلهم. باي لو أنا ضغطت ضغطة واحدة بحيث الاختيار يكون داخل الواحد، مش حيختار لي إلا العنصر اللي داخل بالكامل. لو شوفوا مثلا هنا شو بيختار لي؟ مش حيختار لي أي شيء. علاش؟ لأن ما فيش ولا عنصر بالكامل داخل مربع الاختيار متاعي. فهنا لاحظوا مش حيختار لي أي شيء. نكبروا مربع الاختيار بحيث يحتوي عليه مثلا الاسطوانه، هنا اختار لي الاسطوانه بس، لان مربع الاختيار اختار لي الاسطوانه بس لانه داخل بالكامل. هنا حيختار لي الهرم اذا كان بالكامل، تقريبا بالكامل، والاسطوانه اختارهم لي الاثنين. المكعب ما باش يختارها، ليش؟ لانه هو خارج المربع بتاع الاختيار. ما باش نطولوا فيه، موضوع سهل بسيط جدا. بعدها تجيني قائمة من قوائم الأدوات اللي هي قائمة التحريك، الاختيار والتحريك. الاختيار احنا بروحه، موضوع الاختيار نحط عليه كليك يسار يختار العنصر، أي عنصر نحط عليه كليك يسار حيختاره. تمام؟ عندي التدوير، ندور العنصر، إذا كان مثلا اخترته نقدر ندوره باختيار روتيشن في اي محور نبيه. طبعا مش حيبان لنا اسطواني، حيبان في التدويره بالطريقه هي. تمام؟ المكعب ممكن يبان اكثر لان مكعب. ندوره لاي محور انا نبيه بالطريقه هي. هذا التدوير. بالنسبه للتكبير معروف، تكبير نكبره على اي محور. طبعا لما وجيت اضغط في النص هنا حيكبره بالاجمال، يصغره بالاجمال. لو خديتها في محور معين مثلا في محور الزد حيكبره في طول، لو الواي حيكبره في عرض، لو في الاكس حيكبره في ارتفاع او بعد من الابعاد الاخرى. تمام؟ هذا التكبير.
بالإضافة select and place ما تونش حوا بالتفصيل، هي واللوكل موضوع هذا خاص في المحاور وال يعني كيف تتعامل مع المحاور، محور العنصر والدوران كيف يدور. هذه قصة حنشرحها بإذن الله في التفصيل في محاضرة أخرى، اللي هي موضوع لو بتدور عملية دوران عنصر على محور معين أو عنصرين حيدوروا على محور معين أو على محور واحد منهم، قصة يعني حنتكلم عليها بالتفصيل. عندنا قوائم السناب مهمة جدا 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 وشغلها حلو جدا جدا جدا، عملية الملصقات وعملية حنستخدمها يعني أكثر شيء في رسم الخرائط، لما ناخذ خريطة نقدر نطابق الخرائط متاعنا بالسناب، يعني هتكون دقيقة بإذن الله، دقيقة جدا 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 عن النقاط وعلى الخطوط وعلى الأسطح وعلى في منتصف الخط، وفي يعني قصة حتستمتعوا فيها بإذن الله كل ما تتعمقوا فيه بموضوع السناب، هو ما يسهل لك شغل جدا جدا جدا. أنا ما ننصحش كبداية، ما ننصحش إن الواحد يخش على السناب على طول، لأن إيده تاخد شوي هيك على الشغل ويتمكن من الشغل شوية، يعني على الأقل حتى 10-15 محاضرة الأولى أو هيك، بعدين يخش على السناب ويخش على شغل السناب، لأن هي عملية تسهل. شوف الفكرة العامة إنك أنت لو تعلمت الشيء البسيط مش هتتعلم الشيء الصعب، هذه مهمة جدا. أنا نتعلم الشيء الصعب قبل ما نتعلم السهل، لو تعلمت السهل ما عادش نمشي الصعب، وما عادش نعرف ندير الصعب، هنمشي نقعد نلف لفان وندير في الحيلة هي، لا تعلم الصعب الأول، نصيحة يعني تتعلم الصعب الأول بعدين السهل حتلقاه سهل، هو من اسمه سهل، فسهل انك انت تتعلمه وسهل انك انت تشتغل به، هذه نصيحة، وكل واحد يشوف اللي يصلح به أكثر، تمام؟ هذا السناب بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى من ضمنها موضوع الميرور الانعكاسات وكذا، وفيه أداة مهمة جدا 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 اللي هي أداة الماتيريال، في حال انك انت بتحط خامة معينة على العنصر، في حال انك انت تبي تنشئ خامة معينة، خامات تبي تنشئها من الصفر، يعني فيها شغل كويس بالنسبة للماتيريال، حنتكلم عليها طبعا بالتفصيل لأنه مهم جدا الماتيريال. تعرفوا انتوا اكيد كل ماده ولها خصائصها وكل ماده لها شيء يخصها. بعدين فيه اوامر الاظهار اللي هو الريندر، هذا مهم جدا وشغله يعني يبين الشغل اللي اشتغلته، بالاضافه الى ادوات المساعده، هذه الادوات المساعده زي اضاءات ما اضاءات ما مش عارفين كاميرا كذا، اختصارات معينه حاطينها لكم هنا. الميزه الحلوه طبعا في 3 دي ماكس انك انت مرن تقدر تحول التول بار، تقدر تحول كل تشكله بحيث انك انت يتناسب معك زي ما تشوفوا فيها، كيف نغير في الواجهه بتاع الاستخدام. طبعا انا ما مفضلش كان هنا، حنرد في المكان الاول افضل. هذه الواجهه العلويه. بعدين نجو الى المساقط، لو تلاحظوا ان البرنامج يحتوي عليه اربع مساقط. شو قصه الاربع مساقط؟ الاربع مساقط هي المسقط العلوي، وانا نشوف في البروجكت بتاعي او المشروع بتاعي من الاعلى، مهم جدا اني انا مثلا نبي نحرك عنصر معين من الاعلى، ندير له ازاحه، ندير له كذا، ندير له اي موضوع، نحركه من الاعلى افضل لي، او نشوفه بطريقه اللي انا نبغى. طبعا بالنسبه للموضوع التحريك تقدر تحرك يعني من القوائم السفليه هذه، اذا كان في الاتجاه العلوي او في الاكس او في الواي زي ما تشوفوا تو، كل ما غير القيمه كل ما يتحرك معي السلندر، تمام؟
هذا المسقط العلوي. بعدين عندي المسقط الأمامي اللي هو هنا. لو لاحظتوا النقطة لما هنا تحركت من المسقط العلوي اللي هو التوب إلى المسقط الأمامي اللي هو الفرونت، تحركت بكليك يمين يسار عفوا، فقدت العنصر اللي أنا كنت مختاره، وهذا مهم جدا. لو بتنتقل وبحيث أنك أنت ما تفقدش العنصر اللي أنت مختاره زي الاسطوانة هي، تتحرك بكليك، تأشر عليه بكليك يمين زي توا، يكون الاختيار متاعي في حوزتي، بحيث أني نقدر نعدل عليه، نتحرك على المسقط ونقدر نتحرك براحتي ونعدل عليه التعديلات اللي أنا نبيها. بالإضافة إلى المسقط الخلفي، عندي مسقط خلفي. المسقط الخلفي يعني لو تلاحظوا كلهم يبانوا واير فريم، ما يبانوش سموت زي البروسبكتيف. تقدر تحوله طبعا، تقدر تغير فيه كيف ما تبي، هذا أمر بسيط من الإعدادات متاع المسقط نفسه. وعندي البروسبكتيف، البروسبكتيف اللي هو المنظور الوحيد اللي يبان ثلاثي الأبعاد، يبان ثلاثي الأبعاد وسموت، المواد فيه طاهرة. على فكرة هنا أنا بنحول إلى edge face، يعني يشبه في الخطوط أو التقاطيع التقاسيم اللي موجودة في العناصر. بسرعة بسرعة خلينا نزيد له السيجمنت باش يبان كيف الموضوع. وطبعا هذه السيجمنت موضوع مهم جدا 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 في التعديلات والنحت، والأداتبل بولي مهمة جدا جدا وحلوة جدا جدا في الشغل متاعها، وتنوريكم في المحاضرة المتقدمة شنو الشغل بتاعها. تمام، عرفنا ان عندي عدة مساقط. طبعا الميزة الحلوة في التيدي ماكس انك انت تقدر تصغر وتكبر المساقط كيف ما تبي انت، بحيث تشتغل براحتك. تمام، وتقدر تختار مسقط واحد فقط، دير له زوم بحيث انه يشغل الشاشة بالكامل، تشتغل براحتك. اي مسقط من المساقط ما تقدر تختاره بحيث انه هو يقعد لك هو في المشهد. تمام، هذا بالنسبه للمساقط. وفي طبعا عده تعديلات عليهم، في قوائم وفي طرق الحركه كيف بتحركهم وكيف تتعامل معهم. بالاضافه لذلك عندنا قوائم الانشاء والتعديل برضو مهمه جدا، يعني كل قائمة تحتها مجموعة كبيرة من العناصر. من ضمن الأشياء طبعا قوائم الإنشاء والتعديل اللي هم في الجهة اليمنى من الشاشة اللي هم هادو. تلاحظوا أول شيء عندي الجيومتري، الجيومتري اللي هي المجسمات، مجسمات ثلاثية الأبعاد. عندي عدة أشياء جاهزة، عناصر زي البوكس، زي البراد الشاي. براد الشاي طبعا ليه استخدامات مهمة، بحيث انها تعرف الاتجاهات العلوي من السفلي من الجنبي، من مهمة جدا في الـ في الـ في الـ يعني نحكي هنا في الاختبارات وفي الامور هي في الاشياء اللي يعني لها سطح داخلي وسطح خارجي، يعني عدة أشياء نقول عليها في اختبارات اللي هو براد الشاي اللي هو هذا، مهم جدا. هرم، أرضية، مخروط، بوكس اللي هو مكعب، سفير، كرة، سلندر، اسطوانة، وهكذا عدة عناصر ثلاثية الأبعاد. وعندي عناصر ثنائية الأبعاد، ثنائية الأبعاد هي كالخطوط مهمة جدا، حتى هي نشتغل عليها في موضوع رسم الخرائط، أحلل الخرائط اللي جبناها من الأوتوكاد. طبعا ناخذ الخريطة ونرسم عليها، أو صورة ونرسم عليها، نقدروا نرسم عليها، مهم جدا، مهم جدا الخطوط. الإضاءات يعني معروف الإضاءات من أهم الأشياء في الإظهار، تبين الشيء. أنت لو ماشي مثلا في طريق في النهار تشبه مثلا مبنى معين، ممكن ما يكونش مميز،
بالإضاءة لو تجي في الليل تشبه بشكل مخالف، يكون مثلا أفضل. علاش؟ لأن الإضاءة هي اللي تظهر في العمل. الكاميرات وغيرها من الأشياء زي قوة الريح، ما ريح، ما مش عارف شنين الموجة كذا، والتعديلات اللي عليهم. لكن احنا أكثر شيء هنشتغل على الجيومتري والكاميرات والإضاءات بالإضافة إلى ذلك عندي قوائم تعديل، في تعديلات جاهزة، في تعديلات عني نجريها، في عمليات يعني عدة فانكشن مهمة جدا في قوائم التعديل. تمام. بالإضافة لذلك لو تلاحظوا أن في عندي كادر للوقت تحت الواجهة الاستخدام، هذا موضوع خاص بالحركة والإنيميشن، هنتكلموا عليه في وقته. عندي الأدوات هذه، أدوات كلهم خاصة بالعناصر الموجودة في عناصر الرؤية وعناصر الزوم، زي اختيار العنصر في المساقط كلهم، يختار لي العنصر يبينه لي في المساقط كلهم طبعا، أو مثلا كبر لي المشهد بتاع مسقط واحد، دي لي عملية روتيشن دوران للمشهد مش العنصرة. ركزوا هنا شوية، المشهد ما ترقدش هنا، لازم تنتبه للأمر هذا، مش دوران للعنصر، لا، دوران للمشهد نفسه زي الكاميرا، بحيث انك انت تلف المشهد، مش بالضبط زي الكاميرا، لكن تلف المشهد كأنك انت اللي تلف عليه، او هو المشهد اللي يلف وانت اللي ثابت. تمام. تحريك المشهد، زوم للمشهد في المسقط اللي انت تبيه. تمام. هنا اخذنا الاشياء اللي نبوها، وحنتكلم عليها بالتفصيل باذن الله في كل محاضره، لان حنشتغل بها. كل ما تشتغل بها كل ما يعني تتمكن منها اكثر. وتوا شبه كملنا احنا واجهه الاستخدام، نبغى نتكلموا في موضوع التصميم والامور هي. على فكره بالنسبه لموضوع التصميم بصفة عامة، الموهبة تختلف عليه الشغل. لو واحد مثلا اشتغل على نفسه زي كرة القدم مثلا، تلقى لاعب بالفطرة هو موهوب وعنده فنيات وعنده حس فني، وتلقى لاعب تاني اشتغل على نفسه وخدم وبدنيا قوي، وبدنيا يعني يتمرن في ساعات يعني كثيرة، و تلاقيهم الزوز يعني واصلين لمراحل معينة متفوق. تمام. كل واحد له مزايا، لكن على فكرة ما نقدرش اللاعب اللي مش موهوب نخليه موهوب، لا ما نقدرش. علاش؟ لأن هذه الموهبة حاجة ربانية من الله سبحانه وتعالى، عنده سنس معين حتى في الشغل، عنده سنس معين، حس معين، حس فني، حس ذوق معين، هذا يختلف. لكن لما انت عندك الادوات تقدر تشتغل، حيكون شغلك مميز وكويس. تمام. الفن او الشيء هو مش حيعلمه لك حد، مستحيل. زي الخبره مستحيل يعلمها لك حد، الخبرة تكتسبها اكتساب انت من الشغل متاعك. على سبيل المثال احنا نشتغلوا في 3D Max مثلا، نعطوا فيه مثلا لمعان للرخام، نعطوا فيه لمعان مثلا للكروم، نعطوا فيه لمعان لأشياء معينة، كل حاجة لها لمعان معين. لو يجي واحد طبعا يقول لي حط القيمة كذا للمعان الكروم، حط القيمة كذا، هذا ما ينفعش. علاش؟ أنا ممكن أعطيه لك كاختبار،
نقول لك جرب كذا جرب كذا جرب كذا، لا، لكن لازم تجرب انت باش تبدا تعرف الانعكاسات كم، الانكسارات كم، وهكذا. لان نسبه الانكسار مثلا في الماس تختلف على الزجاج، اكيد الانكسار في الماس اعلى هلبه، في الكريستال اعلى هلبه من الزجاج، وهكذا في اختلاف. فمنين تكتسب الخبره؟ هي تكتسبها من العمل بتاعك، كل ما تشتغل كل ما تكتسب سنس معين، حس معين تقدر تشتغل به. نفس الشيء ينطبق عليه موضوع مثلا الرندر وكذا. واحد انا بعض المهندسين ربي سامحها يقول لها والله يدير الاعدادات، حط واحد في كذا وحط اثنين في كذا وحط هذيك بوينت خمسة وحط هذيك ثلاثة وحط هذيك كذا ورندر، ويطلع لك الشغل مش عادي، ويطلع لك الشغل مش عادي. وين يا صديقي العزيز؟ وين يا صديقي العزيز؟ وين تبي بيه الموضوع؟ هو تبي علاش يحط في ثلاثة وعلاش يحط في نص وعلاش؟ أنا نعطيه فهمة علاش نحط في نص وعلاش نحط في ثلاثة الانتربوليشن سامبل، علاش نحطها 30 علاش نحطها 15، يعرف هو بعدين يقدر الشغل بتاعه ويحط القيمة اللي يبيعها، هو يبدأ فاهم. لكن إننا نحفظ ونحط قيم معينة مع احترام الشديد، هيك نعتبر أنه الشخص ما تعلمش، لا، هيك لقنوت القيد وحفظ حفظ. مجرد ما يصير لأبسط يعني حاجة بسيطة هيك يلقى روحه واقف ستوب هيك، هذه ما اخدناهاش، كيف نديرولها؟ ما اخدناهاش هي، كيف نديرولها؟ لا، بإذن الله كل شيء تاخده، كل شيء يوصل بإذن الله، تتلقى وتاخذ باذن الله. احنا مش هنقصر معاك في شيء باذن الواحد الاحد، انتم ما تقصروش معانا في الاعجابات وفي الشير وفي الاشتراكات، قد ما تقدروا شيروا الفيديوهات، ما والله باذن الواحد الاحد ما انا مقصرين معاكم في 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 شرح، وباذن الله حنشرحوا مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين، وهذه محاضرات باذن الله مستمره مستمرة بإذن الله لين تتقنوا 3D Max والفيري. وعلى فكرة أي طلبات احنا تحت أمركم، في التعليقات اكتبوا لنا شو تبوا، زي ما وعدناكم يوم الاثنين ويوم الأربعاء المحاضرات الدورية هذه اللي نحطوا فيها، وأي طلب تطلبوه احنا جاهزين بإذن الله. حيكون في يوم مخالف، يوم أحد أو يوم ثلاث أو يوم خميس أو أي يوم من الأيام هي، بإذن الله المحاضرات بشوية بشوية رتم بتاعها يزيد، منبوش نتقلوا عليكم. أعتقد أن أنا شرحت واجهة الاستخدام، طبعا بالاستخدام أنا منبوش نتعمق فيها هلبة، لأن بالاستخدام تقدر تتقنها سهل، وفيه في فيديوهات يعني لشرح واجهة الاستخدام كثيرة جدا جدا جدا، وأغلب أعتقد أغلب الشباب يبقوا خطوات متقدمة، لكن احنا مش هنقصروا، حنعطوا هيك وحنعطوا هيك، وحيكون الكل بإذن الله يعني صعب أرضاء الكل، لكن حنحاولوا قدر الإمكان نديروا جهدنا أن نرضوا الشباب كلهم بإذن الله. وجزاكم الله كل خير، ما تنسوناش زي ما قلت لكم بالله عليكم في موضوع يعني النشر وموضوع الاعجابات، يكفي ان المحتوى باذن الله محتوى كويس ومحتوى يعني علمي، ان شاء الله يستفيدوا منه الكل. احنا انتم تشبهوا في الاشياء اللي للاسف الشديد هابطه جدا، واشياء يعني بلاش اي معنى انتشرت ومكسره الدنيا. على الاقل الفيديوهات هذه فيديوهات علميه وفيديوهات يستفيدوا منها الناس، ماذا بيكم كل ما تنتشر الفيديوهات هذه، سواء الفيديو اللي تشبهوا فيه هذا او غيره، واي محتوى علمي يستفيدوا منه الناس، ماذا بيكم تشيروهم وماذا بيكم تستفيدوا منهم يستفيدوا منهم الكل. تمام، ويومكم طيب بإذن الله. كان معكم عبد الرزاق النعاشي، مهندس عبد الرزاق النعاشي، بإذن الله ملتقانا يوم الاثنين القادم، والسلام عليكم.